اليوم انا طلعنا ايفينمون تشالنجر زلاند او بالعربيه ساحه متحدون. الايفينمون هذا يحكي لنا على كل كسوا بعد انيم وجيمينج. فيه تي كومبيتيشن معناتها كومبيتيتيف ومعناتها فور فان ساعات يكون معناتها وعندنا جوائز ماليه وعندنا جوائز مادي اما كتير ماتريال جيمينج معناتها كاسكويت سوريات كلافيه تابي باكس زادا. عنا الايفينمون هذا معناتها الهدف بتاعه انه نوروا القروان نعرفوا بالقروان بدلوا ليماج بتاع القروان تصير سياحه داخليه معناتها القروان استقطاب معناتها الشباب التونسي عامه والقيرواني خاصه. ان شاء الله معناتها هي اتجاه خذت معناتها سادي كبير معناتها توا ان شاء الله فما اقبال به. باش تعرف انه الدومين هذا معناتها معترف به برشا معناتها ومحبوب برشا معناتها سيرتو الفئات كبيره معناتها مختلف الفئات معناتها موجوده. الحمد لله معناتها توا بعد تعب كبير معناتها بدينا توا اشهر نخدم على الايفينمون هذا باش ننشحوه. ان شاء الله بقدره ربي نحسن الى احسن ان شاء الله ليديسيون الجايه تكون مخير معناتها واحسن. اليوم اللقاء هذا جوست باش نحكيو على ليفينمون اللي صار اليوم ما نجمو كان نقولوا لوليدات يعطيهم الصحه لو فيت دو بونسي ان تروك انسي وهل معناها ثقافه جديده خليني نقول الجيمينغ والكوسبلاي والانيمي والدنيا دي الكل فما توت اون جينيراسيون مغرومه بها. احنا بيدنا الكبار يلزمنا حتى فكريا وروحيا نتواصلوا معاهم ونوصلوا باش نخموا كيفهم على الاقل ان شاء الله الدوره الجايه ولا ليفينمون اللي باش يتعمل الجاي يكون وقتها فما الناس اللي قادره انها تتلهب التنظيم الناس اللي قادره انها تتلهب اللوجيستيك الناس اللي قادره انها تجيب الدعم خاطر لي زيفينمون هذوما قاعدين يسيروا في برشا بلايص اخرين في القروان. خليني نقول بادره اولى رغم اللي في وقت من الاوقات حتى جماعه جيسكا وتخفوا خموا انهم يعملوا الجيم زون دونك هالافكار هذه الناس الكل تتحط مع بعضها وتتبلور وبقدره ربي ان شاء الله باش يكون فما توت ان فيستيفال اللي علاش ليه معناها يقعد ثلاثه ولا اربع ايام تتضافر فيه جهود الكل كسوى الولايه البلديه المركب الثقافي مندوبي الثقافه الناس الكل كل حد ينجم يعاون من بلاصتو زاد لابد انهم توجهوا معناها رؤساء الاموال ولا المستثمرين اللي موجودين في الجهه كي تبدا فما بدريات من نوع هدايا لابد ان نوقفوا معاها وندزوا معاها خاطر لا نوفيل جينيراسيون نتاع القروان معبيه باللي زيدي مي سكي مونك هو اخويا عاونوهم حتى بالكلمه الطيبه. اليوم باش نحكي لكم على ليفانت وعلى لي زاكسيون اللي عملناهم ان شاء الله تعجب الناس اللي جيتوا والمحاضرين وان شاء الله ليفانت نتاعنا تكون حاجه واو عملت في القروان باش نحبوا نوريو نحن بوزيون البوزيتيف في القيروان وندخلوا سياحه كما قال اخويا زرار وعملنا دي تورنوا باش تخلي الشباب يكون حاضر ويكون متشجع بالليفانت هذايا وكفيرست اديشن عملنا نسميه حاجه مزيانه وان شاء الله ديما نطمحوا للخير. وعلى فكره معناها عملنا سبيس تون شو كصغار ككبار نحبوا قبل وكبرنا معاه وكل شيء وان شاء الله تكون ديما حاجه خير وفما شيء خير. الحياه فهم الحياه فهم زهره الحياه.